ابن الراوندي ذكر سيرته الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، وهو أحمد ابن يحيى ابن إسحاق أبو الحسين الراوندي، قال هو الملحد صاحب الزندقة وصنف في الزندقة نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت له ما لم يخطر مثله على قلب. قال: ووقعت إلى كتبه، منها كتاب نعت الحكمة وقضيب الذهب والزمردة والدامغ، صنف الدامغ الذي يدمغ به القرآن والزمردة الذي يزري فيه على الأنبياء. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: نظرت في الزمردة فرأيت له فيه من الهذيان البارد الذي لا يتعلق بشبهة، حتى إنه صنف لليهود كتاب النصرة على المسلمين بـ400 درهم أخذها من اليهود، فلما أخذ المال أراد أن ينقض ذلك حتى أعطوه 200 درهم فسكت. فنسأل الله السلامة والعافية، وهذا شأن من أدخل عقله في شرع الله عز وجل ولم يتقيد بما جاءت به الشريعة من نصوص، فإن بها بإذن الله عز وجل الهداية، لكن من أدخل عقله ضل وأضل، أعوذ بالله من الزيغ والضلال.